وللمزيد حول تطورات الأوضاع في غزة، مع استمرار مجازر الاحتلال ضد المدنيين بالتزامن مع حديث عن اقتراب انهيار المفاوضات الخاصة بمحاولات حل الأزمة في قطاع غزة وإطلاق المحتجزين. للحديث بهذه الأمور مجتمعة ينضم إلينا عبر سكايب من إسطنبول الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط دكتور عبد الرحمن الفرة. مرحبا بك دكتور عبد الرحمن معنا. تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. دكتور عبد الرحمن، في البداية وكما تعلم لا تزال المجازر الإسرائيلية متواصلة بحق المدنيين في غزة لليوم 321 على التوالي. أي إنجاز يمكن أن تحققه المفاوضات في ظل مجازر متواصلة وربما متصاعدة؟ من غير الدقيق أن نتحدث عن مفاوضات بقدر ما نحن نتحدث الآن عن إملاءات أمريكية ومحاولة لفرض شروط نتنياهو على طاولة المفاوضات. نعم. إسرائيل بين قوسين قتلت الشخص الأول الذي يعني يدير المفاوضات، وقتلت الشخص الأول المسؤول عن إدارة هذه المفاوضات، وقبلها قتلت نائب. بعد اغتيال إسرائيل للقائد إسماعيل هنية وقبله القائد صالح عاروري، هي عمليا وجهت ضربة كبيرة للفلسطينيين وللمقاومة الفلسطينية وحتى للوسطاء. عندما اليوم أنت تقوم بقتل من تفاوض، يعني نحن نتحدث عن القائد العسكري لحماس أو لا نتحدث عن المقاومون في الميدان، وإنما نتحدث عن من يدير المفاوضة. ما بعد ذلك المحاولة التي جرت في 15/8، هذه كان واضح في قراءة ما خلف هذه المحاولة، من الواضح كان المراد منها تنفيس مسألة الرد الإيراني. كان من الواضح أنه يعني يتم هناك ترتيب لمرحلة جديدة من التفاوض، محاولة فهم التغيرات التي طرأت على طاولة المفاوضات وعلى الطرف الفلسطيني في طاولة المفاوضات، فلم تجد الأطراف تغيرا في السياسات ولا تغيرا في التكتيك، وإنما وجدت أن المقاوم الفلسطيني الذي هو في الميدان يتصدى لأكبر يعني ترسانة عسكرية موجودة في العالم، سخرت من الأمريكان ومن الغرب في يد الصهاينة، يحميه ويحمي ظهره مفاوض فلسطيني معني بحفظ حقوق هذا الشعب ومعني بأن لا تذهب هذه الدماء سدى. كيف يمكن للمقاومة الفلسطينية وكيف يمكن للمفاوضين الفلسطينيين أيا كانوا أن يقبلوا ببقاء الاحتلال أو استمرار الاحتلال سواء في معبر فلادلفيا أو في وسط قطاع غزة، وأن تستمر هذه الحالة المذرية من امتهان البشر وقتل الإنسان. دكتور عبد الرحمن، هناك العديد من وسائل الإعلام الإسرائيلية التي حملت وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين مسؤولية يعني تضاؤل فرص التوصل إلى اتفاق في القاهرة، وقالت إن بلينكين يدعم موقف نتنياهو. بالوقوف عند موقف بلينكين، ماذا يهدف وزير الخارجية الأمريكي من دعمه لمقترحات نتنياهو رغم أن الجميع يعرف أنها تكاد تكون شبه مستحيلة؟ يعني بلينكين يعبر عن السياسة الأمريكية ولا يتحرك بموقف شخصي، يتحرك بموقف يعبر عن أمريكا التي هي تقود استراتيجية واضحة، هي من ناحية تقود الحرب ومعنية بالقضاء على المقاومة الفلسطينية وتهشيم نموذج غزة كي لا يبقى هذا النموذج الذي اعتبرته نموذج متمرد على الهيمنة الأمريكية في المنطقة، وتمثل ذلك بإسقاط إحدى أوجه يعني الغطرسة وهي وجه الغطرسة الصهيونية، ومن ناحية أخرى هي تقوم بحالة استيعاب للمشهد، مفاوضات، حركات. اليوم بلينكين خاض جولات ولقاءات مكوكية في عدد من عواصم الدول عربيا وإقليميا ودوليا، وهو يمهد لترتيبات جديدة ويقنع العالم أننا نريد أن نوقف إطلاق النار، بينما هو على طاولة المفاوضات حقيقة لا يأتي
إلى بشروط نتنياهو. نعم شروط نتنياهو اليوم بات من الواضح أنها متبناة أمريكيا. حماس وفصائل المقاومة الذين وافقوا على طرح بايدن وعلى قرار مجلس الأمن ووافقوا على كل هذه المقترحات سواء في شهر مايو أو في شهر يونيو أو مقترحات 2 تموز، كلها تم نسفها والضرب بها بعرض الحائط، والتركيز الآن فقط على محاولة إرضاء نتنياهو والخروج بمكسب ينعكس على الانتخابات الأمريكية بما يحقق من خلاله بلينكين مكاسب حقيقية لحزبه في هذه الانتخابات الحاسمة. نتنياهو أيضا دكتور عبد الرحمن يعني حمل المقاومة مسؤولية يعني وصول المفاوضات إلى طريق مسدود، لأن المقاومة ترفض طبعا بقاء القوات الإسرائيلية في محوري نتسريم ورفح. هذا المخطط الإسرائيلي المدعوم من الولايات المتحدة كما ذكرت سلفا، هذا المقترح باعتقادك هل يمكن أن يخدم الديمقراطيين وانتخاباتهم في المرحلة المقبلة؟ ما يمكن أن يخدم الديمقراطيين أكثر من هذا. الأمر الأول إظهار أنهم على درجة عالية، عندهم قدرة عالية على ضبط المشهد وعندهم قدرة عالية على الإمساك بزمام الأمور كي لا تتسع الحرب وتتحول إلى حرب إقليمية، وهذا ما يتم تطبيقه عبر استراتيجية التنفيس الاستراتيجي واستيعاب جميع الأطراف. الأمر الثاني الذي من الممكن أن يخدم الأمريكيين هو إبرام صفقة والوصول إلى حالة من الهدوء واستعادة المختطفين والمأسورين الصهاينة من يد المقاومة الفلسطينية، مما يعكس قدرة أمريكا على بالفعل فرض اتفاق وتحقيق اتفاق في هذه المنطقة. الأمر الثالث والأهم الذي من الممكن أن يخدم الديمقراطيين هو إرضاء النوبي الصهيوني و وتحقيق غاياته عبر يعني محاولة الضغط بمزيد من الضغط والضغط على المقاومة الفلسطينية لتحقيق شروط جديدة وتغيير الواقع التفاوضي والانتقال من شروط عادلة قد تكون ترضي وقد تسكن الدماء وترضي مختلف الأطراف إلى شروط ظالمة تخدم نتنياهو وتحقق بقاء الاحتلال على أرض طراز. نعم، إلى السؤال الأخير إليك أستاذ أو دكتور عبد الرحمن، يعني إلى أي مدى ترى أن تماسك وصمود المقاومة في غزة والضفة سيصب في مصلحة القضية في ظل حالة التعنت الإسرائيلي والتواطؤ الأمريكي؟ معركة استثنائية، نحن تجاوزنا الآن 10 شهور من عمر هذه المعركة التي يستخدم فيها أسلحة لأول مرة، يعني تدك أعماق قطاع غزة وتضرب في مختلف أماكن قطاع غزة، دمرت كل البنى التحتية، هجرت الناس، ضغطت على كل شرايين الحياة في قطاع غزة، ولكن بالمقابل نحن أيضا أمام مقاومة فلسطينية تخوض معارك بطولية وتخوض وتدير المعارك بتكتيكات واستراتيجيات راسخة وثابتة، وبفضل الله عز وجل يوميا تخرج الفيديوهات، يوميا يبرز لدينا استمرار المقاومة في كل المناطق التي أعلن العدو أنه انتهى من عملياته العسكرية فيها، وهذا دليل على فشل الاحتلال في إخضاع المقاومة الفلسطينية وإخضاع الميدان، ولا زالت الحياة تنبض في هذا الميدان برغم الجراح وبرغم الآلام، ولكن الضاغط الحقيقي على المقاومة الفلسطينية هو واقع الشعب الفلسطيني، الواقع المتعلق بالمدنيين وبالسكان وعموم الناس. لذلك في تقديرنا أن ما يقوم به الاحتلال الصهيوني من ضغط واستهداف للآمنين والمدنيين إنما هو للضغط الأكبر على المقاومة الفلسطينية، وفي الوقت نفسه لتلقين هذا الشعب درسا لأنه وقف وتماسك مع مقاومته على الأرض. الدكتور عبد الرحمن الفرة الباحث في الشؤون الاستخباراتية وجماعات الضغط من إسطنبول، شكرا جزيلا لك.